بداية في القانون الحكومة اللي قرينا بعد بنود منه، أبدأ مع حضرتك. أهلا بيك يا دكتور. اتفضل. إيه رأي حضرتك في القانون اللي قدمته الحكومة بعدها؟ يعني أنا عارف إن حضرتك عايز تعرف تنسيقية، بس تمام. يعني عشان إحنا لسه قرينا بنود القانون نحب نعرف. طب تمام، أنا بس عايز أوجه كلمة إن إحنا مع الدولة عند طرحها شيء يخص الجهاز الإداري للدولة، شيء يؤدي إلى نجاح أو تطور للدولة بالذات في الجهاز الإداري. ولكن ليا سؤال في البداية أطرحه بعد الكلمتين دول. لما الدولة أسقط علينا أو نزلت قانون 18 لسنة 2015 في بدايته، قالت إنها نزلت هذا القانون للقضاء على البيروقراطية والترهل في الجهاز الإداري. القانون ده استمر من 12/3 حتى 25 يناير 2016 اللي هو رفض مجلس النواب لهذا القانون. حوالي 9 شهور. حوالي 9 شهور. السؤال هنا، هل الحكومة تأكدت في خلال ال9 شهور أن كان في مؤشرات تقضي على البيروقراطية والترهل؟ أشك في ذلك، بل بالعكس زاد ارتباك الجهاز الإداري للدولة. ليه زاد ارتباك الجهاز؟ هقول لحضرتك على إذا كان عند حضرتك دلائل كده، يعني هقول لحضرتك إيه هي الدلائل. حضرتك أنا لما أعمل شيء يخص مجموعة من الناس أو يخص عمل جماعي هيطبق عليهم، لازم المجموعات الجماعية دي تشارك في هذا العمل، بحيث إن هو لما يجي يطرحه على المؤسسات زي مجلس النواب ما يصطدمش باللأ أو بالرفض. لا بس دي قضية تانية، حضرتك بتقول إنه زاد من هذا الترهل، إيه زاد ليه؟ هقول لحضرتك يعني زاد إزاي زاد الترهل في الجهاز الإداري. أولاً قوبل هذا القانون برفض تام من الجهاز الإداري، فأدى في تطبيقه إلى عوامل غير واضحة الملامح من وراء تطبيق هذا القانون، لأن ما أسيق إلى المؤسسات العاملة. طب حضرتك ما عندكش دلائل معينة؟ يعني ما فيش شواهد نقدر نقول إن شواهد إحنا ممكن أنا أضرب لك شاهد مثلا حضرتك، يعني مثلا لما أقول لك في المادة الخاصة من القانون بتوقيع الجزاء، بدأت المؤسسات في الدولة تطبقها جزء على قانون 18 وجزء على قانون 47، وما زال إلى قبل رفض هذا القانون كان الكلام ده معمول في تضارب في الجهاز طيب الإداري. طيب اسمح لي معلش، لأنه وقتنا محدود. تمام. إحنا مش بنتكلم في الجاي، يعني بلاش نتكلم في الماضي، عايزين نتكلم طيب في الجديد. خلينا نتكلم في الجديد. الجديد إحنا طبعا كضرائب مصرية قال كتير وكان ليكوا لقاءات معنا كتير وسمعتوا مننا كتير، ولكن مش هي الضرائب المصرية بس وأنا بأكدها إن هي اللي رافضة هذا القانون، ولكن معانا بعض الجهات اللي طبق عليها بالفعل هذا القانون، وأمثالها الضيوف أول مرة أنتوا تستضيفوهم عشان تتأكدوا إن هناك رفض من 32 نقابة مهنية وعمالية لهذا القانون رفضا تاما. طب النهاردة أنتوا عندكم مؤتمر، إيه اللي ناويين تعرضوه فيه؟ مش مؤتمر بس أوضح لحضرتك، إحنا اجتماع. عندنا اجتماع استكمال الاجتماع يوم السبت السابق بتعديل بعض المواد اللي احنا اختلفنا فيها في القانون المرفوض السابق، بنعدل فيها علشان نعمل لها مؤتمر كبير وحاشد، ان احنا نأكد على نقطتين، ان احنا عندنا رؤية، عندنا بنقول للحكومة بنأكد عليها مشاركتنا في اي قانون مطروح على مجلس النواب حتى المطروح حاليا ان لم يشارك فيه المؤسسات التي هيطبق عليها هذا القانون فهو مبدئيا مرفوض، وده اللي احنا بنأكد عليه في التنسيقية وشغالين عليه. طيب هستأذن.